أميرة، من حوالي شهر تقريبا وبدأت التحضيرات بقى لدرام رمضان 2015، وكمان بدأت ملامحها تبان إلى حد كبير، وبدأت كمان شركات الإنتاج في عمل اجتماعات مع الفنانين علشان يقوموا بقى ببطولة أعمالهم المقبلة، وطبعا ده بهدف الانتهاء المبكر من التصوير. الزعيم عادل إمام هو أول النجوم الكبار اللي أعلن عن مسلسله في رمضان 2015 أستاذ ورئيس قسم، هو اسم المسلسل اللي هيدخل بيه الزعيم في سباق رمضان 2015. المسلسل من تأليف السيناريست يوسف معاطي ومن إخراج وائل إحسان، وبكده بينفصل المخرج رامي إمام عن والده بعد ما أخرج له آخر ثلاث مسلسلات، فرقة ناجي عطلة في رمضان 2012، العراف رمضان 2013، وصاحب السعادة رمضان 2014. واحد ابوك بلاش تجرب فيها النهارده، انا عايز اكل اكل من بتاع البني ادمين. الموضوع دلوقتي بقى للكبار فقط، اي حد سنه اقل من 18 سنه يتفضل على تحت. انا منبه اللي يطلع عمليه زي دي لازم يتعامل على طول ويخلص. انا بناتي طالعين خايبين، كل واحده فيكم تقعد تدلح في جوزها وتطبطب عليه لغايه ما يسوق فيها. انا عارف وشك لما يتقلب كده تبقي ناوي على ايه، شكل كده هتطلق البيت كله للاد. خير؟ لا، اصل انا لقيت البيت ساكت وما فيهوش ولا حس. لكن الغريب ان عادل امام هو الوحيد من نجوم جيل الكبار اللي استقر على مسلسل رمضان اللي جاي، وبدات كمان خطوات التنفيذ، لكن برضو في نجوم حتى الان لم تتضح الرؤيه بالنسبه لهم، زي النجم يحيى الفخراني اللي قال انه هيرجع تاني للكوميديا بعد تجربه يتربى في عزه من 7 سنين، لكن حتى الان مش واضح ايه هو المسلسل وايه اسمه، وهل هيخرجه شادي الفخراني زي ما اخرج مسلسل دهشه السنه اللي فاتت. سلامة يا حاج، عاش من شافك، اتفضل. انت انا يا ريتك ما سالتنا زمان وسكت، يا ريت اللي في القلوب فضل في القلوب. 600 في الدار وبيوت في بلاد عمرنا ما دخلناها. انا الواسل حمد الباشا، كنت والد 7 سنين، واقول الجمل اللي كدك 20 مرة نخ نخ. وبرضه النجم نور الشريف لسه الكلام عن مسلسله الجديد اولاد منصور التهامي، كلام مش اكيد وغير واضح هل هيكون من ضمن مسلسلات رمضان اللي جاي ولا لا، الله اعلم. عدم الوضوح كمان بيلاحق النجمات الكبار زي النجمه يسرى والنجمه الهام شاهين، اللي حتى الان مش واضح الاعمال اللي هيقدموها، خاصه ان مسلسل سرايا عابدين اللي بتشارك فيه بطولته النجمه يسرى احتمال انه يبدا عرض الجزء الثاني منه قبل رمضان. ازاي تاخد قرار بدون علم حضراتنا؟ جمالك ده تقدري توصلي لغرفة الخديوي؟ في ست جديدة في حياته. جلالة الخديوي ممكن قلبه يحب أي امرأة جميلة، إخلاصه لاثنين فقط، مصر وأمه. صحيح في الفترة اللي فاتت كان في كلام عن مسلسل بطولة النجم عمرو دياب باسم الشهرة، واللي اتأكد إنه مش هيكون موجود في الدراما رمضان اللي جاي. لكن واضح كمان ان مسلسل طريقي للفنانه شيرين بيواجه نفس الاحتمالات، خاصه مع عدم انتهاء السيناريست تامر حبيب من كتابه الحلقات وتاجيل بدايه التصوير. شيرين اخر عمل قدمته كممثله كان فيلم ميدو مشاكل مع النجم احمد حلمي. ليلى يا لولا، ليه المعامله دي؟ ده انا بحبك. تقولي؟ لا مفيش وقت للاستغراب. تقولها كمان. بحبك. هتصدقي نفسك على مهلك في البيت. المهم اديني فك صليب لحسن، فيه مسمار طول كده الوظ مش عارفه افكه، حصل طول كده مفيش مفكات. هتندمي. هتعمل ايه يعني؟ هعمل ايه يعني؟ صحيح هعمل ايه؟ Thank you.
كده كده وشي خلاص اتفتح قلب الجنين العظيم. شفتي بقى بتقلبي قلة عصر ازاي اول ما تزعلي؟ خلاص بقى والله يا عبد الحسن اوقعك من على المستشفى. على الناحية الثانية فالنجوم الشباب بقى الأمور بالنسبة لهم أوضح بشكل كبير، خاصة مع انتهاء تحضير أكتر من نجم لأعمالهم أو بدء تصويرها. زي النجم مصطفى شعبان اللي هيبدأ تصوير مسلسله الجديد مولانا العاشق مع المخرج عثمان أبو لبن. النجمة إياد نصار والنجمة منى شلبي كمان هيبدأ تصوير مسلسل محاره اليهود مع المخرج منضو العدل. منى اللي غابت السنة اللي فاتت وبترجع بدور بنت يهودية وبتقول إنه دور فارق في حياتها. مش لاقيه له آخر. أنت في ليلة واحدة بس ممكن تكبر 20 سنة مثلا، تمر بحادثة تكبرك أو تقرا رواية فيها تجربة تعجزك. لعنة وهتفضل تطاردنا العمر كله عشان أعرف تخلص من هنا. في موضوع كان اتفتح بيننا قبل كده لازم نتكلم فيه تاني قبل بكره. هو في حد دخل الشقه ولا ايه؟ في ايه مالك؟ في رساله غريبه قوي جدا. انت بتلعبي مع مين وحساب مين؟ احنا فعلا بنواجه حاجه اكبر مننا. انت خايف مني؟ شايف كوبايه الميه دي؟ اتجننتي؟ انا شايفها دم. الراجل ده عايزنا نشوف نفسنا على حياتها. انت عايزه تفضحينا وانا وانت بالذات؟ وده بالنسبه لي ملوش غير معنى واحد. احنا مش كنا قفلنا الصفحه دي من حياتنا؟ انت دخلت هنا ازاي؟ بتفتحها تاني ليه؟ كنت مستني اليوم ده. قوم اقعد بعيد، مش عايزه جثتي تبقى جنب جثتك. انت ويس خيرها وبلد دي بقى ايه ان شاء الله اللي تبقى مصلحتها في اوض النوم. وانا ليه اذي حد بحبه؟ لازم ادمر. انتوا كلكم كده على بعض ما تسووش عندي تمن الرصاصه اللي هتتقتلوا بيها. انت كنت اكتر واحده مستفيده من موتي. ما تبصي لي كده ليه؟ قتلتها؟ انا ظابط شغلتي احميكم واحمي النظام. هو اغتصبهم ولا ايه؟ انت في حاجه في دماغك انا مش عارفاها. انا مش في حل غير ان احنا نفترق نختار العقاب. النجمة نيلي كريم بتخوض تجربة جديدة السنة دي بعيدة عن المخرجة كاملة أبو ذكري اللي قدمت معها مسلسل سجن النساء وذات. نيلي بتحضر مع المخرج تامر محسن مسلسل تحت السيطرة اللي من تأليف السيناريست مريم نعوم. ما عندكيش أخبار من سعيد يا غالية؟ والله من ساعة ما آخر مرة ودوه المستشفى ما أعرفش عنه حاجة. روحت للدكتور هادي وطمني اللي هيبقى كويس إن شاء الله، بس قلبي مش مطمئن. ما هو لو كان نظام التبني موجود في مصر ومعترف بيه زي بره كان ممكن يتبنى ناس كويسين ونطمن عليه معاهم. التبني حرام. وهو يعني مش حرام ان الولاد يتربوا في مؤسسات وملاجئ وفي ناس تتمنى طفل واحد؟ النجم يوسف الشريف اللي مقرر بدء تصوير مسلسله لعبة إبليس في منتصف الشهر الحالي مع المخرج أحمد جلال عن قصة لإنجي علاء وسيناريو لعمرو سمير عاطف، بيواجه مشكلة بسيطة وهي أن السيناريست محمد الغيطي طلب منهم تغيير اسم المسلسل لأنه كتب مسلسل من 6 سنين بنفس الاسم. وأكدت إنجي علاء صاحبة القصة اللي ما فيش أي مشكلة في أن هم يغيروا الاسم طالما فيها عمل آخر بنفس الاسم. ويسلمك فين؟ في المنيا. في المنيا؟ في المنيا. قال لي بعد بكره تروح المنيا وهو يتصل بيا بالتليفون يقول لي نتقابل فين بالظبط. بقول لك يا باشا هرد عليه اقول له ايه. هقول له ايه؟ مش هقدر اتشرط اكتر من كده. هترفض؟ هوافق. هتعمل ايه؟ زي ما بعمل كل مره. هتقتل مين؟ لا مش قصدي، قصدي زي ما كنت بعمل. هحقق، هحاول احلها زي ما تكون قضيه بالظبط وان شاء الله هوصل لحاجه. ولو ما وصلتش بقى هنهي الموضوع وهبتدي من اول وجديد من حته تانيه. هيشهد كمان رمضان 2015 مسلسل للنجم هاني سلامه بعنوان اسمتي ونصيبك ومن اخراج علي ادريس.
الخبر السعيد هي بدء النجم كريم عبد العزيز تصوير مسلسل رمضان. هو مسلسل وش تاني من تأليف وليد يوسف ومن إخراج وائل عبد الله. كريم عبد العزيز غاب سنوات عن الدراما بعد مسلسل الهروب واللي تعرض في رمضان 2012. تهمتي ايه يا سياده؟ لازم من حق اعرف اساسا. ايا كانت التهمه يا سعاده الباشا، انا جايه دلوقتي عايز اثبت الجواز العرفي واحوله جواز رسمي دلوقتي حالا. يا باشا دي جايه تتجوز مش جايه تشهد. طب يلا بينا يا اما انت ما صدقتي. اتاري الواد احمد بيحب المظاهرات. انتوا عملتوا غسيل مخ الوليه، يلا بينا يا اما. انا مش مفرجاك على فيلم الحب افتاض عشان تتعزل. اعمل ايه بقى يما؟ ما بعرفش اكسر للشيطان كلمة. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. هو بيتي يما. هو في ظروف خاصة. انت جايب ايديك فاضية يا ولا؟ لا جايب معايا بسبوسة في الشنطة. الراجل شارب نص كيلو بانجو بره. بانجو ايه؟ يا بنت ده واحد هربان، يعني وقته مش ملك. على العموم يا أميرة لسه في وقت للنجوم إن هم يختاروا أعمالهم لدراما رمضان اللي جاي 2015، يعني قدامهم وقت شوية. أكيد يا فاروق، وبعتقد كمان إن الأيام الجاية أكيد هتبقى فيه مفاجآت. خليكم معنا في عربوت عشان تعرفوها في لحظتها.